مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج ماسلز ريبيلدينج. هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على كل ما هو جديد في عالم ورياضه كمال الاجسام. اليوم عندنا تمرين حق الترايسبس، العضله كامله، الترايسبس كامله. شنو راح يكون تمريننا؟ راح يكون على جهاز السحب الكيبل. عاد شلون طريقه البار، شلون طريقه السحب، الابتعاد عن الاخطاء الشائعه والتمرين الصحيح لهذا الجهاز، كل هذا واكثر راح نتعرف عليه من خلال حلقه اليوم. خلكم ويانا، لا تروحون بعيد. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل. خلوني ارحب باسمي باسمكم في ضيفي اللي راح استفيد واتعلم منه الكثير، الكابتن الخلوق والمميز كابتن مشعل العوض. اقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور عبد الله، ومسي على الساده المشاهدين. حياك الله. الله يسلمك ويحييك ويبجيك كابتن مشعل. انت من الشخصيات اللي شاهدت فيك مجروحه، انت شخصيه ما شاء الله تبارك الرحمن، مو بخيل في اعطاء المعلومات. لا بالعكس، لان كيف. في وايد كباتن بالفتره الاخيره تي تسال الكابتن يقول لك، يعني يعطيك المعلومه، مو ما يعطيك لكن بشكل مبسط وسمبل البيسك الاساسيات، ما يعطيك الديب العمق في التمرين نفسه. انت ما شاء الله تبارك الرحمن عليك خلوق و يعني مبتسم دائما في اعطاء المعلومات، فهذه الميزه اللي تميز اليوم الكابتن الزين عن الكابتن الاخر. اكيد، يعني احنا يعني انا في بداياتي ما كنت اعرف شيء، فتعلمت من المدربين اللي كنت اتمرن معاهم ويدربوني بصراحه. فانا اليوم ليش ابخل؟ مثل ما الشخص هذا وصل لي، انا محتاج ان انا اوصل الرساله هذه حق غيري. أكيد. عشان توصل رساله صح ويطلع الشخص صح مثل ما انا طلعت. يعني اكيد عسى الله يوفقك ويعطيك على قد نيتك يا كابتن مشعل. عموما ندش في تمريننا اليوم اللي هو ترايسبس سحب كيبل. سحب كيبل، شنو هذا الجهاز وطريقه التمرين الصحيحه فيه، وكم جوله حق المبتدئين؟ انا يمكن اركز وايد على المبتدئين كابتن مشعل، لان البروفيشنال ما شاء الله تبارك الرحمن فاهمين اللعبه وطريقه اللعبه. أكيد. اكثر أكيد. تدري بعد بلش الحين الجو يصير بارد، اكيد فانا محتاج حق الباي والتراي. اكيد، فاحنا عشان شيء خصصنا اليوم التراي عشان يستمتع المشاهد. يمكن تحتاج انك تسخن وايد الحين. الجو قاعد يبرد. صح، اكيد. تبي نبلش؟ بلش توكل على الله. اشرح لي بس الجهاز اول. اوكي، طبعا وندش التمرين. هذا حديده سيده حق الترايسبس، هي تحرك العضله الكامله اللي هني مالت التراي. حلو. حق المبتدئين انا عاده يعني اقول يا 4 12 4 جولات، كل جوله 12 او 4 10 كل جوله 10 طقات. جاز اي، والحين ان شاء الله بوريك انا شلون التكنيك مال التمرين هذا عشان المشاهد يتفادى الاخطاء اللي تحوش بها التمرين. شائعه، ممتاز جدا جدا. توكل على الله ودش التمرين. خلني عطني جوله من جولاتك اللي انت تتمرنها. اوكي، روح توكل على الله. انا طبعا لازم اثبت نفسي من تحت الوقفه، وانا اكون ايدي كذي وكوعي ثابت، وابلش الكوع ما يتحرك. تركيز. اي، لان اذا تحرك الكوع انا ما راح احرك البايسبس. صح، فانا محتاج يكون كذي بهالشكل التمرين. هذا الشكل الصحيح، انا ما اقدر اروح كذي او يكون كوعي مو ثابت، لازم يكون كوعي ثابت كذي وانزل تحت واصعد عشان يتحرك البايسبس بشكل كامل. هالطريقه. تبي ابلش لك جوله؟ دش جوله، خلينا نشوف الطريقه. طريقة. ممتاز جدا جدا، هذه الطريقة الصحيحة حق التمرين. بس دائما أنا ما ألاحظ كابتن مشعل إنه يصير الجهاز ممكن تلعبه سيدة وممكن تلعبه العكس. أكيد. شنو فائدة العكس وشنو فائدة السيدة؟ أنا قلت لك السيدة الحين يحرك العضلة كاملة. العكس يحرك لك هذه الخارجية. الخارجية.
فالتركيز يكون اكثر على الخارجيه. طيب تبي اوريك جوله بعد على الخارجيه؟ ممكن، يا ريت لو نشوف عشان نعرف الطريقه الصحيحه. اكيد الوجه نفس الشكل. اي نفس ما قلنا، ابدا انزل واصعد لهنا. لان انا مو محتاج احرك الباي، فانا محتاج احرك التراي. هالطريقه هذه. وطبعا بالنسبه حق الجهاز هذا عبد الله، ما في مشكله اذا انت تزيد وزن، لان كل ما زدت وزن كل ما صار لود على العضله زياده، فانت محتاج تلود على العضله، فالتمرين هذا جو هيد يعني تقدر تحط اوزان فيه. ممكن تحط اوزان. اكيد. طيب شلون طريقه تمرين السوبر ست في هذا الجهاز او الدروب ست؟ اذا يصير سوبر ست او دروب ست عطني الطريقه. الطريقه طبعا ابلش انا اذا دروب ست، ابلش الجهاز هذا بوزن ثقيل والعب جوله، وعلى طول من اخلص الجوله انزل الوزن واكمل الجوله مره ثانيه. يعني مثلا هذا شنو يسمونه دروب ست؟ دروب ست. اوكي. يعني مثلا العب 20 على طول بعدها اخفف الوزن العب 15، بعدين العب 12، بعدين مثلا العب 10، او مثلا العب 15 12 10 8. صح. هذه جوله واحده. صح عبد الله. اي هذه كلها تعتبر جوله واحده. اي هذا دروب ست. خلينا نشوفها، خلينا نشوف شلون طريقه عشان نتعلمها. اوكي. الحين نلعب طريقه تمرين دروب ست. اوكي. مثلا الحين انت حطيت 80. اي تلعب فيهم مثلا 10 طقات. 10 طقات. لا خلينا نقول 12. اوكي 12 طقه. هذه 12. حلو. على طول بدون تريحه. اي بدون تريحه. اي تنزل 50. ايه. مثلا من 12 هني كم طقه؟ 10. 10 طقات. حلو ممتاز. بعدين على طول. بعدها ترد 30. ايه. ايه. وتلعب. احاول اخفف قرصين قرصين يعني. ايوه اساس. قرصين قرصين. اي اساس اني اقدر اكمل. الحين 8. 8. اي. يعني 12 10 8 8 والاخيره 6 و 4. اي 4. حلو. 4 جولات. 4 جولات. هذا خلاص ينقتل من بعده. هذه جوله واحده ترى. هذه تعتبر جوله واحده. اي بهالطريقه. اي وبهالشكل. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني التمرين هذا اللي يبي يوصل له لازم مو بيوم وليله يوصل حق هذا التمرين. ممكن ان انت تلعب هذا التمرين لكن اوزانك تكون اخف بوايد. اكيد. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن انا شفتك انت حطيت 80، بعدين نزلت قرصين حطيت 70 اعتقد، بعدين نزلت قرصين حطيت 50، بعدين 30. وطريقه الطقات كانت 12 10 8 6 8 6 او اقدر مثلا اسويها 15 12 10 8. ممكن. يعني من كابتن لكابتن تختلف مثلا طريقه، كل واحد له يعني بالانس معين عرفت يسوي فيه طريقه. ممتاز جدا جدا. يعطيك الصحه والعافيه. دواك الله. الله يسلمك. انا الامانه استفدت طريقه الدروب ست. بس سؤال بسيط قبل لا نختم حلقتنا اليوم، الدروب ست ممكن اني انا العبه شهر كامل ولا اسبوع باسبوع؟ لازم اسبوع دروب ست واسبوع سوبر ست؟ لا لا هو الدروب ست تلعبه انت لما يكون عندك جدول، يعني بالجدول هذا بال 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 باليوم هذا مثلا العضلتين اللي عندك انت تلعب تمرين واحد دروب ست يعني. بس او تمرينين. اي اوكي. ايه. بالجدول نفسه. اي مو طول الاسبوع يعني. هو يوم بالاسبوع يصير. لا لا انا اتكلم مثلا عضله الترايسبس. ايه. الترايسبس مثلا اليوم انا بس عندي تراي بس. ايه. مثلا باي وتراي. حلو. العب تمرين واحد دروب ست بس مو كل التمارين. لا لا لا. اوكي. تمرين واحد. تمرين واحد باي. ممكن العب باي دروب ست وما العب مثلا تراي على حسب الجدول اللي عندي. شنو ممتاز جدا جدا. عساك على القوه كابتن مشعل. مشكور وما قصرت. حياك الله. استفدنا منك الكثير واتمنى ايضا الساده المشاهدين يكونوا استفادوا منك ان شاء الله في حلقه اليوم. وان شاء الله نكون خفاف عليهم وما صرنا. اكيد طبعا. لا بالعكس احنا نستفيد منك الكثير. وانا شخصيا اعزائي المشاهدين يمكن قاعد استفيد من كابتن مشعل اكثر منكم. فانت اليوم لما تشوفون كابتن مميز مثل كابتن مشعل وهذه التمارين اللي يمكن غايبه عن ذهن الكثير من المبتدئين في عالم رياضه كمال الاجسام، احنا نقول لهم تابعوا هذا البرنامج، برنامج ماسلز ريبيلدينج، راح تلاقون كل اجابه حق اي سؤال خاص في رياضه كمال الاجسام. كذي وصلنا للنهايه، يعطيك الصحه والعافيه كابتن. الله يسلمك. نهبط؟ نهبط بس خلاص وصلنا للنهايه. نشوفكم على خير باكر ان شاء الله في نفس الوقت وفي امان الله.